بين هذه الأعمدة الصامدة ووسط هذه الجدران المزينة بالنقوش الأثرية شيدت إحدى أقدم وأعرق المدن عبر التاريخ. مادور مدينة أثرية تبعد بنحو 45 كيلومتراً جنوب سوق هراس، هي عبارة عن موقع ثقافي واقتصادي شهيد على تعاقب حضارات كان لها صيت وسمعة. أسست هذه المدينة الرومانية في عام 75 من القرن الأول ميلادي، وأسست في عهد الإمبراطور فيسباسيان، وتعتبر هذه المدينة هي مدينة عسكرية حيث أسست إلى متقاعدي الجيش الروماني، وكانت تعتبر مركز عبور بين تيبس اليوم وطاغاس سوق هراس اليوم. مدينة مادور المصنفة كمعلم وطني ضمت العديد من المرافق والمنشآت كالحمامات والكنائس ومعاصر الزيتون، بل شيدت بها أول مدرسة إفريقية لتشكل قطبا علميا في تلك الحقبة الزمنية، كما شهدت ميلاد أول نص روائي في التاريخ للأديب والفيلسوف النوميدي الذي كان يطلق عليه أبوليوس المادوري. هذه المدينة الاقتصادية والثقافية هي مدينة جد هامة، وهي أيضا مسقط رأس العديد من الشخصيات المهمة على غرار أول روائي في التاريخ وهو أبوليوس المادوري الذي ولد في عام 123 ميلادي في مدينة مادور وتوفي في عام 187 ميلادي، صاحب رائعة الحمار الذهبي أو التحولات، وهي أيضا مدينة التي كانت فيها أول مدرسة في إفريقيا والتي تلقى من خلالها ومن خلال أساتذها القديس أوغستين أو أوغستينيوس أوراليوس الذي ولد في سوق هراس في عام 354 ميلادي وتوفي ببون بعام 430 ميلادي. مدينة مادور أو مادوروش التاريخية هي جزء من مواقع وقصور أثرية أخرى تزخر بها بعض مناطق الوطن، ما يعكس الموروث الحضاري والامتداد الضارب في التاريخ لبلادنا.